مولانا الإمام، نأتي إلى السؤال: هل يزيد الإيمان أو ينقص؟ وكيف أحافظ على هذا الإيمان؟ كيف أظل مؤمنا بدرجة عالية من درجات الإيمان؟ اعتبار الإيمان أنه تصديقي، وإذن هو لا يزيد ولا ينقص، وإنما باعتبار الوضوح والجلاء. يقولوا كده الوضوح والجلاء والخبوط والفتور. في همة ولا فيه فتور؟ يعني فتور كده وكسل شوية، كسل. يزيد وينقص. يبقى الإيمان بيزيد وينقص من خارجه، مش في حقيقته. حقيقته هو موجود. مثلك مثال لطيف: جزوة النار، هي النار هي النار وموجودة اهي، والحرارة بتاعتها عالية. لو جبت مروحة كده وعملتها عليها زي بتاع الكبابجي، واخد بالك، قمت ليا النار بتشعل، تشعلل. طب لو سبتها الرماد يغطي الخشب او يغطي الفحم او يغطي الوقود وتخليها تخبو وتفضل تاكل فروحها من الداخل لغاية ما تنتهي. ف ايه المروحة دي اللي هي في ايد الكبابجي، ايه هي بقى في في في, في مثال الايمان؟ الاعمال. ايوه، حصلني اكتر الايمان يزهزه اكتر، اذكر اكتر الايمان يزهزه اكتر كده، اقرا قران اكتر الايمان يزهزه اكتر كده، احفظ القران وامشي اتلوه وانا في الشارع كده الايمان يزهزه اكتر. فعل الخيرات يا مولانا، يبقى فعل الخيرات وفعل الطاعات والبعد عن المنكرات، كل الحاجات دي هي بقى هي اللي ايه اللي بتهوي على الإيمان حتى على جدوة الإيمان، على جدوة الإيمان حتى يبقى لها حضور، يبقى لها زيادة. فيبقى إذن العملية كده: الإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال وقلتها، ينقص بقلتها، يزيد. الأعمال مش ضروري تكون الأعمال المجهدة، لا، ده ممكن جدا تجد قلبك في عمل مش مجهد ولا حاجة، زي ذكر مثلا. ممكن ناس تجد قلبها في الصيام، ممكن تجد بعض نفسها في الركوع، التانيين في السجود، التالتين لا في القيام وقراءة القرآن يجد قلبه فيها. فكل واحد ليه الحاجة، المفتاح بتاعه اللي بيدينا سعة في هذا المجال. لكن في النهاية سيزيد الإيمان بزيادة الأعمال، سيخبو الإيمان ويضعف بضعف الأعمال وخبوها.